عندي تصريح لهنا تقول فيه أنا أقوى واحد أعمل الون مان شو. ليه مش أنا أقوى واحد بون؟ شكون قال أنا قلت؟ أنا قلت هذه. أي ما تتخمر مقدات في تصريحاتك. مسالش مسالش وين تخمرت تقول لي؟ تخمرت في حوار ظهر لي في نجوم مع هادي وقت اللي تحكي على الون مان شو وتحكي على الون مان شو الموجودين توا. قلت أنا أقوى واحد قدم الون مان شو. نفهموا الحكاية علمية. نفهموا السياق. لا نفهموا الحكاية علميا ساعة قل قبل ما نتخمروا نفهموا الحكاية علميا يا اخي الشيء اللي قاعد يتقدم هو ون مان شو نسلك ستاند اب هذاك ستاند اب ماهوش ون مان شو مش ناس الكل ما نحبش التعامل لا الكل كل 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 على بعضهم واش الجندوبي اللي تقدموا ماهوش ون مان شو لا امانك شنو ون مان شو ون مان شو حاجة أخرى عايش خويا ون مان شو راك تكتب وتلحن وتغني وترتل القرآن وتعزف وتشتح وتدربك وتعزف على العود هذا ون مان شو معناه هذا مش موجود فما حد يعمل فيه لمين النهدي ما يقدمش الون مان شو هاني سألتك لمين النهدي يعزف على العود يغني يدربك يعمل بيركسيون فهمت لمين النهدي يعمل سلسلة تاع شخصيات معناه كو يعني تحب تقول في تونس اليوم فما حتى حد يتقن الون مان شو على قواعده اجي نقول لك حاجة أرجع شوية للصحافة المكتوبة تلقى تصريح تاع أستاذنا الكبير المرحوم فقيد المسرح الدكتور مصطفى الفارسي اللي قال مقتدى سيلي هو الوحيد الذي أتقن فن الون مان شو مش أنا قلت هو قال تحب نقول لك أيوة أنت تتلذذ بالجملة هذية شو أنا تلذذ أنا هكاك عشان أنا ما نتلذذش أي هذي في استنقاص المجهود الناس الأخرى اللي عملت محاولة مش استنقاص يقول لي أنا في بلاستي قاعد مش دخلنا ربعين الناس كل لمين مثلا لمين يمثل ويغني سوغسان ويتقمص مجموعة شخصيات ما هوش ون مان شو عكس ما شكون يطلع يقدم مجرد نكت ويهبط صحيت زاد هذاك خلي يسكت قتل ون مان شو مش تلبس كسوة كحلة بس بدري أبيض وحط يديك في مكتبك وتعمل طلة تكحل على صفة الأولى فلان جاء وسحبته يا شكوني هذيك مش هذاك ون مان شو وراه بني غلان ون مان شو حكي وراه كيف كيف زاد سيبا ون مان شو هو يعرف هذا مسرحية ذات ممثل واحد إيه لوان مان شو العمل الفرجوي اللي يقدمه رجل واحد عمل فرجوي شو حتى ون مان شو حاجة أخرى فيه معناها متطلبات أخرى وفيه شروط أخرى وتقنيات أخرى ودي كاباسيتي أنت والكاباسيتي متاعك شتعمل هذي مش أنا جسي كمسا وذي يعرفوه هما بيه في مسرحيتك حسين في بكين مش نراك كما قلت أنت تقلد تعزف ترتل القرآن المسرحية بتحكي على رجل عانى برشا لنوصل للجنون ويمشي يعيش في غابة في الصين هذه الفكرة أي بيه مين جات الفكرة هذه الصورة هذه اللي خذيتها هنا طول السينوبسيس وبالنسبة ليك بنسبة قديش قادرة اليوم الخرافة هذه اللي حكيناها تفرج التونسي اللي تعود على الحاجات اللي كنا نحكيو فيها طول الضحك السهل الضمار مجموعة النكت وغيره هو رأو لكل امرئ من داره ما تعود فهمت ولكن انت كيفاش تبرز ما تضحكني ايما نرجع لك المذهب اللي سميته انا المذهب العليلشي ما هو العليلش تبع بعضها وعلوش الكبير ما قدام هم يتبعوا بعضهم